مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية نقدمها لكم من قناة المكلا. والبداية مع العناوين. محافظ حضرموت يعلن حالة الطوارئ بالمحافظة خلال ترأسه اجتماعا طارئا باللجنة الأمنية. المكتب التنفيذي بساحل حضرموت يعقد اجتماعا للوقوف أمام التطورات العسكرية الأخيرة. ألوية العمالقة تسيطر على معسكر اللواء 163 مشاة في محور بيحان وتطهر منطقة الصفراء والسليم. وتواصل تقدمها في شبوة وسط محاولات مشبوهة لسرقة الانتصارات.